تذاكر عشان تنجح، اقيم الطالب. اقيمه افضل. وفي ناس كتيره بتبقى جايبه مجموعات عاليه في ثانويه عامه، وعشان متعوده على الامتحانات بتخش في الجامعات بتسقط اول سنه، انها متعوده دايما على الاختبارات الشبه دوريه، ممكن تكون شهريه او نص ترم. انا دلوقتي عندي اوان لغى الامتحانات، ثانيا فكره ان انا احط منهج لغه انجليزيه من اولى ابتدائي، ومنهج بيشتمل بقى على كتاب مجمع. كتاب مجمع. هو انا عندي مدرسين يقدروا يدوا لغه انجليزيه بقوه اللي هو بيتكلم عندها من اولى ابتدائي؟ قالوا واحد يدوم دورات 3 شهور في السنه. لا بقوه ولا غير قوه يا استاذ احمد، لسبب، وده انا طرحته اكثر من مره طوال الايام الماضيه، لان انا عندي من يدرس اللغه الانجليزيه في مصر في مراحل التعليم الاولى قاصر على المدارس الخاصه والمدارس التجريبيه. اما المدارس الحكوميه مدرسه دول بقى، لا ده 57,000 مدرسه اجمالي المدارس اللي موجوده في مصر. الحكوميه كام مدرسه؟ ما انا هقول لحضرتك، الخاص والتجريبي 8200. 8200 شيلهم من 57، يعني 49,000 مدرسه. ده المدارس دي لم يكن يدرس فيها اللغة الإنجليزية. طب معالي الوزير هجيب مدرسين إنجليزي منين؟ بالظبط. دي 49,000 مدرسة. اللغة الإنجليزية دي واللي بيعرف لغات وفاهم اللي هو بيقول إيه؟ إنها تبدأ تدرس للطلاب إن شاء الله من كي جي 1. طب الكي جي 1 الإنجليزي ده إمتى وفين وإزاي؟ الكي جي 1 في المدارس الحكومية لا توجد إلا في حوالي 5% من إجمالي مدارس مصر. يعني أنت في المدارس الحكومية العادية في القرى والنجوع والكفور وخلافه ما فيش عندي كي جي 1 وكي جي 2. بيخش على سنة أولى ابتدائي على طول، أما كي جي 1 وكي جي 2 موجود إما في مدارس التجريبية أو في المدارس الخاصة. أنا دلوقتي هل هعمل كي جي 1 وكي جي 2 على مستوى مدارس الحكومية في مصر كلها؟ أجيب لهم فصول منين؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما هيعمل مادة الإنجليزي وقال لك ده هيدرس الطالب الإنجليزي طوال المرحلة الابتدائية، إتقان رهيب وهيبقى إتقان جيد. شوف حضرتك كنا حافظين الكلام، فاقد الشيء لا يعطي. أجيب مدرس يا جماعة لغة إنجليزية منين؟ الأكسنت عنده كويسة ويجيد اللغة الإنجليزية منين؟ الجزء الأكبر من المدرسين الموجودين في المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية من خريجي دور المعلمين والمعلمات او دبلوم الدبلومات الفنيه، دبلوم الصناعه ودبلوم الزراعه ودبلوم تجاره، دول اللي بيدرسوا في المرحله الابتدائيه. النظام الجديد بيقضي ان انا بفصل ما عادش فيه قلت ماده الرياضيات وماده الجغرافيا وماده التاريخ وماده العربي، انما هو كتاب مجمع فيه المواد كلها، فيها المواد كلها. يقوم بتدريسها مدرس واحد يطلق عليه مدرس الفصل، لان من وجهه نظر الوزير بيطرحها ان يمكن في المراحل الاولى هو بيقلد الانترناشونال، هو بيقلد الانترناشونال المراحل الاولى معلومات بسيطه ومعلومات يجب ان تكون مرتبطه ببعضها، وادى امثله كثيره وحفظناها. ان مثلا انا عايز ادرس الهواء او الميه او كذا كذا، ادرسه باللغه العربيه كلغه عربيه، وادرسه كجغرافيا، وادرسه اجيب كعلوم مدرسين جديد. يا استاذ رفعت دي نقطه. الحاجه الثانيه هرجع تاني، يعني برضو احنا ايه مش هنضحك على بعض. انا اتعودت من اولى ابتدائي ادرس كل المواد بلغه، مثلا اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. امتحان ثانويه عامه بنفس اللغه اللي انا متعلم بيها في المدرسه. ما ينفعش بقى، انا ما كنتش اعرف ايه طبيعه وفيزياء احياء، انا حافظها الشيمياء وفيزياء خصوص ناتشورال. كان عايز يلغي تدريس الساينس والماثيماتكس وخلافه في المدارس التجريبيه باللغه الانجليزيه، وبعد يبقى بالعربي، ويبدا يدرس مع اولى اعدادي باللغه الاجنبيه. لكن تراجع في ذلك حوالي 10 ايام يا استاذ رفعت. يا جماعه دي دوله، يا جماعه دي بلد، مش هنطبق. يعني ايه تراجع يا جماعه؟ يا استاذ رفعت احنا مش هنطبق ده على التجريبي دلوقتي. احنا مش واخدين قرض، واخدين نعم 500 مليون دولار. نعم. والاجيال اللي جايه، عيال عيالي وعيالي هم اللي هيدفعوا ثمن الكلام ده. يعني ايه وزير ياخد من نفسه ولا عرفنا مين مستشارين وعلى اي اساس تاخد قرار تتراجع فيه؟ هو بالعقل اعلم العيال كل المواد باللغه العربيه وارجع في اولى اعدادي احولهم انجليزي تاني ازاي؟ بس شوف اقول لحضرتك حاجه برضو ما طمأنني بعض الشيء. ان الدوله سندان. لا مش قضيه الدوله سندان. بعض الشيء، مش هقول كل الشيء. ان حصل لقاء مهم جدا امبارح، حضروا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، استدعى في هذا اللقاء كل من رئيس الوزراء ووزير التربيه والتعليم ووزير الاتصالات ومساعد رئيس هيئه الاركان بالقوات المسلحه. انا واثق تماما ان كل التفاصيل دي عرضت على الرئيس امبارح.
وبدأ الرئيس أكيد ياخد خطوات للبحث، لأن هي إحنا مش ضد المشروع، ضد تطوير، ضد ناس في التعليم. هو الوزير استعجل، أنت شايف الوزير استعجل بالضبط. هو كان المفروض يحدث نوع من التجربة، أو يعني عمل تجربة على مستوى كل المحافظات هذا العام لمدة سنة، ونشوف أي أثار جانبية ولا حاجة نبدأ نعالجها ونعمم التجربة. طيب في العام التالي خلينا نشوف برضو مقال أستاذ رفعت فياض بيتكلم على عند وزير التعليم والخطر القادم. معنا المقال ده، ومعنا برضو السؤال بيطرح نفسه، مين المسؤول عن فشل هذا النظام؟ يعني لو الوزير ده احنا ما عندناش فكره وزير يقعد 20 سنه، يعني زمان ده ايام مبارك بيقعد بال 18 سنه، هو فاروق حسني وصفوت الشريف وبتاع، انما كان دايما وزير التربيه والتعليم يقعد له 3 4 سنين باستثناء حسين بهاء الدين. فانا عايز افهم الوزير لو عنده كمان سنه واثنين